بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم أمس الخميس رسالة تعزية إلى حاكم بابوا غينيا الجديدة بعد الزلزال القوي الذي ضرب بلاده. وقال شي جين بينغ في رسالة التعزية: إنني علمت أن زلزالا قويا ضرب المنطقة الوسطى من البلاد، تبعته هزات ارتدادية ما تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى إلحاق خسائر بالممتلكات. ونيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني وبالأصالة عن نفسي، أود أن أعرب عن تعازينا العميقة للضحايا، وأود أن أعرب عن تعاطفنا الصادق مع أسر الضحايا والمصابين. والصين على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة لبابوا غينيا الجديدة ضمن حدود إمكانياتها.